السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب. أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم معلومات مفيدة. والنهاردة معلومتنا تربوية، إزاي نزرع في طفلنا إن هو يكون في يوم من الأيام قائد للأمة، مش يكون شخصية تافهة أو شخصية ماشية كده مع أي حد، أي حد يقول له حاجة يعملها، أي حد يديله حاجة ياخدها. لأ، عايزين نزرع في عقول اطفالنا عشان يكونوا رجاله بجد، ان هم يحرروا في يوم من الايام المسجد الاقصى الاسير، وان هم يكونوا قاده كبار وعلماء وائمه ودكاتره ومهندسين ينفعوا دينهم وينفعوا مجتمعهم المسلم. هقول على بعض الحاجات نستبدلها، يعني نستبدل اللي هو للاسف دلوقتي منتشر بين الاطفال، نستبدله بحاجه تانية خالص. كل الاطفال بتتفرج على كرتون، ممكن نستبدل الكرتون بتاع ماسنجر وباتمان وكابتن ماجد ومش عارف السمكة نينو والكلام ده كله، نستبدله بكرتون برضو زي كرتون محمد الفاتح، كرتون جزيرة النور، كرتون قصص الأنبياء، كرتون كليم الله موسى، حبيب الرحمن محمد، خليل الرحمن. الكراتين اللي هي هادفة، اللي تزرع في جوه ابنك ان هو يكون في يوم من الأيام عارف مين هم أجداده. اما مازنجر وكابتن ماجد وسمكه نينو وتومي جيلي والقط والفار، الكلام ده كله كلام لا يسمن ولا يغني من جوه، كلام كله بمعنى اصح هايف. هنستبدل ايه؟ في حاجه غلط؟ بنتك واجدك انا كده بتشغل، عيد من الاول ولا اكمل هنا؟ انت ايه دي حلقه الرابعه؟ لا دي التالتة، هصور تلاتة بتاعت الفنانين اللي هي ديت، وصورت بتاعت القصة اللي خدت الدنيا عم احمد بتاعت وصلاح الدين دي بقى اللي ربنا يستر على الكرامة. يعني عيلة من الأول ولا إيه؟ طب ماشي، سقفة إيه؟ ليه بنستبدل الكرتون ده بالكرتون ده؟ الكرتون ده هيعلم أولادنا قصص بطولات الصحابة والتابعين والمسلمين اللي اوصلوا لنا الدين. اما مازنجر وكابتن ماجد بقى ولا اخره، هيستفيدنا منه ايه؟ كل اللي هيستفيد منه ان الولد يحط في خياله ان الناس دي شخصيات كبيره قوي، شخصيات جميله، وممكن يقلدهم. يعني مثلا باتمان ده بيطير في الهواء، ممكن يقف في البلكونه ويطير في الشارع، تبقى مصيبه. اما لما تعلموا قصه مثلا القائد صلاح الدين، القائد خالد بن الوليد، القائد محمد الفاتح، هيتعلم منه ان الناس دي دفعت عن دين. هنستبدل ايضا العابهم، في العاب مكعبات بتعمل شخصيات كرتونيه خياليه، هنستبدلها بجمال يركب جمل، بشخصيات مثلا خيول يركب طيارات صواريخ، ان هو يعرف يعد جيش من الالعاب الصغيره دي عشان يعرف في يوم من الايام يصنع حاجه من دي، يصنع حاجه تفيد امته بعد كده. هنستبدل لعبه كره القدم اللي هي دلوقتي لحسه دماغ العيال في الشارع بركوب الخيل. سيدنا عمر بن الخطاب قال: علموا اولادكم ركوب الخيل والرمايه والسباحه، علموا الالعاب دي. بالعكس، لعبة السباحة بتحرك كل عضلات الجسم، أما الكورة هتعمل إيه؟ يبقى لا مؤاخذة لما يكون عنده حاجة 20 سنة ويجري ورا كورة، مش عيب. يعني حتة الكورة جلد يمشي ويجري وراها 22 راجل. يا أخي لا تلحق ابنك بمدرسة مختلطة، ما يكونش فيها بنات وصبيان، علمه إن البنت دي جوهرة. إن البنت دي مكانها مع البنات مش في وسطنا. حتى لو في نادي برضه علمه كده، إن البنات لوحدها والصبيان لوحدها. لأن الرجل لا يختلط بالمرأة، ونربي بناتنا إن هي أغلى من إنها تختلط بالرجال. لا تعنف ولدك أمام الناس حتى لو تضعف شخصيته. ما تزعقش لابنك قدام حد. لا تعاقب ولدك إن أخطأ لمجرد العقاب، بل علمه ألا يخطأ. يعني مثلا لا تقل له لا تفعل كذا، ما تقولوش ما تعملش كده. لا، قول له إيه؟ أنت راجل والرجالة ما تعملش كده. وقول له عكس اللي بيعمله. يعني مثلا ضرب اخوه، ما تقولوش ايه اللي بتعمله ده؟ لا، قول له الراجل ما يعملش كده، الراجل يحب اخوه ويطبطب عليه لانك انت الكبير. وقول لبنتك، قول لبنتك انت حوريه وقدوتك عائشه مش المغنيات، مش نانسي وهيفا، قدوتك عائشه وحفصه، والاجمل منك ان تكوني مثلهن. انت لازم تكوني زيهم عشان خاطر ياخدوا بايديك للجنه. عود طفلك الا يطلب منك طلب قبل ان يطلبه من الله. يعني ايه؟ يعني مثلا عايز منك مثلا يروح رحله، هتقول له ايه؟ سال الملك، اسال ربنا الاول، وبعد كده صلي ركعتين واعرض المساله دي على ربنا، بعد كده تعالى احنا الاثنين نقضيها. يعني قول له يا رب خلي بابا يطلعني رحله، يا رب اطلع رحله السنه دي، وتروح لبابا تقول له يا بابا عايزين كذا كذا، هما الاثنين ايه؟ يقعدوا مع بعض ويقول له اه.
يكون ردك فإن وفقني الله وقضيتها لك فقد قضاها، فقد قضاها لك، وإلا فقد أجلها لحكمة. يعني أنا لو قلت لك يلا هنروح يبقى، او يلا مثلا هعمل لك المساله اللي انت عايزها، يبقى ربنا وفقني ليه، ولو اتاجلت يبقى ربنا اجلها لحكمه هو يعلمها. اذا اخطا فلا تروع به، ما تخوفوش، بل اجعل الخوف في قلبه. خوف يخاف من مين؟ اول حاجه من ربنا. اللي يخاف منك انت هيخاف منك طول ما انت قاعد، هتمشي هيعمل اللي هو عايزه. فلازم تعلمه دايما الخوف من مين؟ من ربنا عز وجل. علمه القران وحببه فيه، يعني وديه لشيخ يحفظه بحب، لان في بعض الشيوخ للاسف بيضرب العيل. لو العيل حفظ القران مش من شيخ بيعمل كده هيحبه وهو كاره الامر ده، قصدي هيحفظه وهو كاره الامر ده. ولكن لو شيخ بيعامله بمعامله حسنه وفهمه ان القران ده كلام ربنا ولازم نحفظه، هتلاقي الطفل بيحفظه بحب. قربه من ربنا بقربه منك، يعني اعمل حاجه يكون مثلا انت بتخاف من، بتصلي، بتصوم، بتعمل حاجه، قول له احنا بنعمل كده عشان خاطر ربنا يحبنا. ان لم ينسى لك ان تكون لبنه في جدار الخلافه فهي قادمه قادمه. حاول تحسسه ان هو في يوم من الايام هيبقى جندي من جنود الله، سواء دكتور او مهندس او محارب او قائد او الى اخره، ان هو في يوم من الايام هيبقى قائد للخلافه الاسلاميه باذن الله لما تعود. في النهايه انت لست مسؤول على ان تغير الدنيا، لكنك مسؤول على ان تغير نفسك وولدك وزوجك، وبذلك تتغير الدنيا باكملها. يعني ايه الكلام ده؟ انت مش مسؤول عن الدنيا كلها تغيرها، انت لو غيرت بيتك واولادك وزوجتك، لو كل واحد في المجتمع عمل كده هتلاقي الدنيا كلها بقت كويسه، هتلاقي المسلمين كلهم بقيت واحده، هتلاقي اطفال المسلمين اللي في الشوارع دلوقتي للاسف الشديد كل همهم الماتش الساعه كام والرحله الساعه كام والميعاد الفلاني الساعه كام. انا مره كنت في الشارع والله حصلت بنفس اللفظ، ولد اوقفني وقال لي نفس الكلمه، عمو عمو، قلت له نعم يا حبيبي، قال لي هو رونالدو بيلعب في نادي ايه؟ قلت له مين رونالدو؟ انا عارف مين رونالدو بس هو بيتخانق مع صاحبه برشلونه وانا في الريال. فقلت له والله يا حبيبي على قد علمي انك بيلعب في فريق اجنبي، ما اعرفش ايه الفريق ده. قلت له ممكن انا بقى اسالك سؤال؟ قال لي اتفضل يا عم. قلت له ايه احسن شيخ بتحب تسمعه في القران؟ والله قال لي بنفس اللفظ، عبد الباسط حموده. هو قصده عبد الباسط عبد الصمد طبعا. يعني تخيل اطفالنا حتى الشيوخ حافظينهم باسامي المغنيين. دلوقتي التكاتك ماليه اغاني هايفه، اغاني زي الزفت، مش عايز اقول لفظ ملوش اي لازمه، واطفالنا بيقلدوهم. هو ده اللي احنا عايزين نوصل لعيالنا ليه؟ وفي الاخر لما يكبر يقول لك ايه؟ الواد ده مجنني، الواد ده عامل زي العفريت، الواد ده معجوب بميه العفريت. عفوا، الواد مش معجوب بميه العفريت، دي العفاريت اللي معجوبه بميه الواد. كده نكون وصلنا لنهايه معلوماتنا، اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده من معلومات مفيده. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاركه الحلقه من باب الدل على الخير كفاعله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناه اعرف دينك.